مساء الخير عليكم، رجعتوا لنا مره تانية مع ضيف عزيز، مع كابتن كبير. هو لسه صغير في السن 17 سنه، لكن فعلا كبير في ارقام، كبير في انجازات، كبير. اول مره اقعد قدام بطل اولمبي بصراحه، واول حوار ليا في حياتي مع بطل اولمبي. بطل اولمبي صغير شويه، لكن هو ان شاء الله في المستقبل هيكون كبير. عملنا حوار مع كابتن مصطفى عسل من تقريبا شهر، شهر ونص، وكان لسه كسبان بطوله العالم في الهند. طموح كبير كتير ان شاء الله حققه. كابتن مصطفى تقريبا متواجد معانا، لكن هو جاي النهارده 24 ساعه، حب ان هو يكون ضيف عندنا. قلنا له لازم تكون متواجد عشان نعرف حقق الانجاز ده ازاي، وهنفضل متابعينه ان شاء الله لغايه ما يوافق باذن الله على منصه تتويج الميداليه الاولمبيه الاساسيه. كابتن مصطفى منورنا. منورك والله، انا يعني مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، و يعني انا جاي على قد دي وامشي على طول. على قدها. على طول. كابتن مصطفى منورنا بجد، وشرف كبير ان ميداليه اولمبيه. طبعا. حاجه عظيمه يعني، ميداليه اولمبيه. انا عارف ان هي انتوا النهارده استعراضي في بطوله العالم، مش بطوله الاولمبيات للشباب، لكن هتخش المره الجايه اولمبيات. قول لي كان شعورك ايه لما خدت الميداليه الاولمبيه دي؟ حلم صراحه يعني. انا حلم. انا كنتش مصدق. انا كنت في الارجنتين لما كنت عندي اربع بطولات هناك في يعني جنوب امريكا عامه. لما يعني كسبت بطولات وكده وبتاع، فقلت لا اكيد مش هاجي الارجنتين تاني يعني، مش المسافه دي كلها. قالوا لي لا انت جاي الارجنتين في اولمبياد. بس قلت لهم اولمبياد ايه؟ احنا ده سكوش عمرها ما دخلت ولا نعرف حاجه يعني، ده عن اولمبياد بس. فالحمد لله دخلت. فجينا تاني، رحنا، كانت حاجه عظيمه يعني. انا اشوف حتى كل اللعب كمان، انت سكوش محطوط في النص ما بين الكوره وما بين حاجات كتير. قصدك ان انت ملعب الاسكواش موجود جوه القريه الاولمبيه؟ ملعب جوه القريه الاولمبيه. وموجود الريشه، وموجود بينج بونج، وموجود موجود كل حاجه. لما كسبت الميداليه دي ايه اللي حصل؟ احكي لنا هناك ايه اللي حصل اول ما كسبت، يعني وصلت الفاينل. كان عندك ماتشات صعبه في الاول لغايه ما وصلت عندنا الفاينل؟ هي بتقسم جروبس كويس. فالجروبس دي احنا انا بلعب مع كان بالظبط سبعه، هم سبعه بين سبعه لعيبه غيرك. سبعه لعيبه. ثمانيه كلكم؟ ثمانيه. كويس. فبنقسمها جروبس في الاول، وبعد كده يعني هو في مثلا A و B و C و D. كويس. بعد كده الاثنين اللي بيكسبوا من هنا واللي بيكسبوا من هنا واللي بيكسبوا من هنا بيقابلوا بعض. كويس. ده حاجه يعني. قول لي يا مصطفى، وانت ماتش في ماتش وانت رايح كنت عارف انت هتكسب الميداليه دي؟ احساسك؟ ما كنتش متوقعها يعني، فاهم انت زي اللعبه برضو بنقول عليها استعراضي، فاهم يعني انت مش متوقع ان انت هيجي طبعا. لا كانت حاجه كبيره يعني. حاجه كبيره. حاجه كبيره. اصعب ماتش ايه في البطوله؟ فاينل؟ ما كانش يعني. اكيد كان ماتش فاينل. ايه بقى؟ بس انا عندنا جروبس بقى، فالجروبس دي ما بتقسمش كفاينل وكده. هي بتقسم كعدد النقط. قصدك ان هي دوري؟ بالظبط كده. كان اصعب ماتش ايه في الدوري عندك؟ مع اول واحد مين؟ اول واحد. ده اللي هو الصدمه الكبيره بالنسبه لك. اللي هو لسه داخل ومش عارف حاجه، وانت مش عارف ان انا عمال اتفرج. و لا يعني اول مره اشوف صراحه كل الجمهور ده يعني. هو الناس كلها ايه، هو حاططها في النص، فانت الناس كلها من اي حاسس الكل بيتفرج عليك. من اي ما بتخرج من اي لعبه الناس كلها بتيجي تتفرج. عاملين سكرينز اللي هي يعني بتضرب الكوره في مثلا نار بتطلع كام من سكرينز يعني. هي مش ملعب حيطه بس، مش ملعب ازاز. لا عاملينها انتراكتيف كورت كده. فشوف البتاع ده. وانا قلت مثلا اول ما اخش يعني لا يعني لما تضرب الكوره هتحس بزغلله. لا مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص، حاجه تحفه. ده بالنسبه للجمهور مش بالنسبه لك. بالنسبه للجمهور ان هي تشوف الحاجات دي بس. انا مش مركز، انا مركز مع الكوره بس. فدي كانت حاجه تحفه. كنت قلقان وكنت مش قلقان من كل ده بصراحه. اول مره بيسموك تايجر ازاي؟ لا يعني ده جايه ازاي مع بعضيها يعني؟ لا يعني عارف انت يعني كل اللعيبه بيقولوا تايجر. طب تايجر منين؟ قول لي بقى ازاي؟ ما ببينش. فاهم ده جه ازاي؟ جه من يعني انا لما رحت الارجنتين. الحمد لله كنت بلعب مثلا، كنت ببتدي من ادوار التمهيديه الاول في كواليفيكيشن وكده وبتاع. فانت عشان تخش اللي هي المين درو اللي هي سيدد من 1-8 على البطوله لازم تلعب ماتشين. فبتلعب ماتشين بعد كده تخش لهم. فانا كنت بلعب لعبت ست ماتشات عشان اوصل للفاينل في اول بطوله. بعد كده سافرت بعديها بيوم واحد، سافرت دوله حته ثانيه يعني، لعبت ست ماتشات كمان. بعد كده لعبت ست ماتشات كمان. فلعبت يعني لعبت بتاع 12، لعبت حاجات كتير. لعبت حوالي 20 ماتش تقريبا. لا اكتر. 20 ماتش في اقل يعني اقل من شهر. هل ده طبيعي في الاسكواش؟ في لعبه سكواش 20 25 ماتش يعني كله كان بيقول لي انت مجنون. بس بس انا كنت هقوم يا بعت. احنا لسه بنشوف البطولات الاول ايه اللي هنخشها وكده. فبنشوف في الاول مثلا خش ايه كده. فلقيت دي قريبه من دي ودي قريبه من دي، فقلت دي ما العبهمش.
رجعت طبعا عشان يعني اول ما رجعت السفريه دي عشان اظبط جسمي تاني وعشان يعني كنت خلاص مش قادر اطعن اصلا من قدام. انت راجع امريكا تاني؟ خلاص راجع بقى بكره امريكا يعني جاي من الارجنتين مصر امريكا. بطوله عندي بطوله رجال محترفين هناك ما شاء الله. ان شاء الله بحاول. رجال رجال انت تصنيفك ال 62 على العالم؟ 62 اه الحمد لله. رايح تحسن الترتيب؟ راح احسن ترتيبه. ولا تكسب ولا تكسب البطوله؟ لا ان شاء الله لا اكسب البطوله. اكسب البطوله ان شاء الله. لا رايح يا مصطفى بتكون عندك وانت بتلعب مع قائمات في العالم اكيد فيهم رانكينج في العالم. البطوله دي فيها اكيد مصنفين عالميين. في ناس من جوه التوب 10 في واحد من جوه التوب 10 وبعد كده توب 15 وكده. بطوله قويه. انا بقى ما بحطش مع اصلا مش يعني خلاص انا بلعب مع واحد عنده 26 27 سنه يعني ده ده وانا عنده خبره عنده كل حاجه بس انا لو دخلت خايف منه هخسر ده كده اخسر. روح النادي الاهلي بتبيعها دايما بتطلع. بص والله انا كنت في نادي تاني يعني جزيره في الجزيره بجد كنت بوصل فاينل يعني بوصل فاينل ما فيش استكفى. حاله استكفى بتحصل. حاله استكفى استكفى خلاص انا وصلت فاينل انا وصلت انا عايزه ده في الجزيره الاهلي بقى انا الاهلي لعبت فيه لعبت السيزون ده لعب فيه 8 8 16 لعب فيه 20 بطوله محليه هنا 20 بطوله محليه وبريتش اوبن وبطوله عالم لعب بتاع 26 بطوله 26 بطوله 26 بطوله اخدتهم الحمد لله مع الاهلي مع السنه دي بس مع الاهلي الحمد لله بتاع 30 كاس ما شاء الله طموح لا هي حاجه يعني انا عارف من مره والله العظيم انا عارف شرس يعني ما بقولش كلام كده انا فعلا بتيجي الفاينل كده تحس ان انت لسه لاعب اول ماتش تخش الفاينل لا تراجع ولا استسلام لا ما فيش انا هكسب فان دايم شغال فان دايم في الماتشات صح؟ طب قول لي يا مصطفى ده موسم استثنائي ليك ولا مصطفى عسل هيكمل على ده؟ موسم بطوله انجلترا 17 سنه 19 سنه بطوله العالم للشباب تحت 19 سنه وميداليه اولمبيه في اولمبيات الشباب في الارجنتين. ثلاث ميداليات مهمه جدا بالنسبه لك والثلاثه مختلفين وما شاء الله رايح على موسم استثنائي ولا مصطفى عسل يقدر يكمل بالشكل ده في المرحله اللي جايه؟ لا ان شاء الله انا ناوي اكمل المرحله دي اصل ده خلاص سكوش هتمشي فيه هتختار طريق فيه فيعني في طبعا عندك حاجات كتير قوي لا انا اخترت ان انا اكمل سكوش برغم كل الحاجات دي فانا مركز فيه ان شاء الله وان شاء الله على اخر السنه دي اخش اخر السنه دي اخش مثلا توب 30 توب 20 انا اخترت طريق لما رحت الارجنتين اخترت طريق ان انا خلاص اخش البطولات دي حاسس رانك ان شاء الله اكمل بقى يعني ناوي تكمل ازاي في الاحتراف الخارجي اعتقد انت عايز تسافر امريكا تعمل الاثنين تدرس وفي الاخر تلعب ولا ايه مش عايز ولا مش عايز مصر مش عايز هتستمر في مصر كل اللي يعني اغلب اللي بيروح امريكا المذاكره كتير كله يعني انت اخترت الرياضه خلاص لا 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 اكيد هنا من مصر يعني اكيد انا عايز اقعد في مصر الصراحه يعني عايز العب سكوش في مصر انت عايز تعمل ده اللي عايز. انت تقدر تاخد تطلع بطولات من مصر تطلع بطولات اطلع وفي نفس الوقت في الاخر تدرس وتخلص شهادتك وتاخد الاثنين مع بعض ان هو هيك ان انت في الجامعه لا انت مش هينفع تلعب البطوله دي مش هينفع تلعب البطوله دي مش مناسبه لكده لكن انت هنا لحد ما يعني كل الجامعات هنا هتساعدك الشهره بتعمل معاك حق اي مشكله؟ لا نجم كبير دلوقتي لا مش لا السوشيال ميديا عامله قول لي لا قول لي اكيد في حد بيعكسك على السوشيال ميديا صح ولا بلاش تضرب الناس لا 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 قول لي قول لي بجد والله يا كابتن مصطفى يعني السوشيال ميديا بتعمل معاك حافز تحفظك من السوشيال ميديا بتحس ان حد ما بروح للكلام بتروح يعني بخش اشوف بتخش تشوف بخش اشوف حتى لو حد بيخبط فيك زي ما بيقولوا بخش اشوف ولا حاجه مستحيل ارد يعني تشوف اعتقد ده بيديك حافز يعني اكتر صح؟ لا برافو يعني عليك انا في يعني جات لي فتره من فترات من سنتين مثلا كله كان بيحارب كله كان بيحارب فيا كله وانت ايه اصعب كومنت جالك في حياتك تقدر تقوله ولا صعب؟ اصعب كومنت اللي هو يعني قلت بص مصطفى عسل يبقى مصطفى عسل ليه لما بتكسب بتكشر؟ بس ضايقك ضايقك الموضوع يعني اعمل ايه؟ انا بضحك قاعد بضحك بس ليه مصطفى مثلا لما بيتحسب عليه اي حاجه في الماتش بيكشر ليه لما يتحسب يعني مثلا تحصل عليك مثلا زي ستروك مثلا نقطه جزائيه مثلا ماشي الحكم اديها لك مثلا طب هضحك تعمل ايه؟ هضحك الحكم يعني انا باخدها وبسكت وبروح على السيرف الناحيه الثانيه عادي خالص مش هي الستروك اصعب حاجه عندكم لانها لعبه الحكم بيتحكم فيها بالظبط الحكم ممكن 90% حكم لو عايز يخسرك يخسرك في الستروك
في كل في الماتش كله في الماتش كله عايز بقى يخسرك يخسرك ممكن يحسب عليك الماتش عادي. حسيت في مره ان في ستروك جه ظلمك او حاجه؟ هتقولي كده يعني لازم تسايس الحكم ما تقدرش لازم يعني لو حسب عليك لعبه في بونت مثلا نقول البونت الاخير البونت اللي قبل الاخير في جيم يعني مش هقول لك في ماتش مثلا اللي بيحصل معايا مثلا انا دلوقتي حاليا يعني في البطولات اللي انا بعاني منها مشاكل في الرجال وكده ان هو اول ما بيعرف ان انا عندي 17 سنه ده يتجنن. ليه يتجنن؟ ليه يا مصطفى؟ ليه يا عم ليه في ايه؟ لا يتجنن يتجنن عندي 17 سنه لا ده بيلعب واحد 27 سنه هو كده فيتجنن لما يلاقيني مثلا حاسب عليا كذا خلاص بقى بيهدى وممكن يجي معاك يجي معاك. انت شايف ان انت لما بتهدى مع الحكم بتسايسه زي ما بتقول بالظبط كده بيمشي معاك مش معاك وتلاقيه لا ده محترم هو بيكون عايز مثلا ان هو يعلمك مثلا حاجه عايز مثلا النهارده لا انا هعمل اكزامبل للولد ده مثلا للناس كلها. قول لي يا مصطفى دور الاسره معاك ايه؟ يعني سفرت قاعد بره بيشتكوا مني بس قاعد جوه بيشتكوا منك بس يعني انا ما بتكلمش طب انا ما بتكلمش يا جماعه والله عندي نشاط يعني بابا بس ما فيش طبعا موضوع البطولات والسفر يعني ديك شايف اللي هو انا كنت ارجنتين وبعد راح امريكا موضوع صعب موضوع صعب كمان ان يعني ما فيش وقت كمان خالص ما فيش وقت انت عندك اخوات؟ عندي اخ صغير اخ اصغر منك؟ بيعرف الاهلي برضه ايه لا هو حصل طب قول لي يعني دور الاسره ماما بابا بيعملوا ايه؟ ماما بتعمل ايه معاك؟ هم بيحاولوا يعني يوفروا كامل الوقت يعني الوقت كله يعني فالخدمه كامله اللي انت يتوفر عندك انت بس ماما اكتر من بابا؟ ها؟ ماما اكتر من بابا؟ بابا بيشتغل اكيد ما اقدرش اخبط فيهم بقى اخبط فيهم؟ طب خلينا ناخد التليفون ده خلينا فيهم معانا على التليفون العقيد محمود عسل والد كابتن مصطفى. مساء الخير يا استاذ العقيد. يا فندم مساء الخير اخبارك ايه؟ بيقول لي بلاش انا رايك ايه؟ قول لي التعامل مع مصطفى ازاي في البيت وهو نجم كبير وفعلا نجم على الطريق وان شاء الله باذن الله في الاولمبياد الجايه نلاقيه ان شاء الله رافع علم مصر ورافع الميداليه الاولمبيه، تقول له ايه؟ يعني هو فعلا من ساعه ما راح النادي الاهلي هي كانت بدايه الانطلاق بالنسبه له زي ما قال احنا في الجزيره كان الموضوع ماشي معانا يعني اعتقد الموضوع كله كان ماشي هواه كان بيوصل معانا الفاينل غريب جدا ما كانش عايز يلعب طب ايه يا مصطفى يعني ده فاينل هتاخد البطوله فالموضوع ما كانش حاسه يعني هو مش حاسس احنا عايزين نقول ايه ما قدرناش نوفر الحته دي فعلا يا مصطفى تمام راح النادي الاهلي لا حاجه ثانيه خالص كان كابتن محمود الخطيب في اول السنه كان في اجتماع عامله كان في بمناسبه بطوله الاهلي وقعد يتكلم النادي الاهلي هو احنا بقى نمره واحد ما فيش عنده نمره اثنين قالك نمره واخد بنفوق منها لكن نمره واحد هو النادي الاهلي قعد يكلمني هو بعديه قال لي فعلا كابتن محمود الخطيب مركز قوي في الحته دي كلمه دي النادي الاهلي ما بيبصش غير على الموضوع ده حطه قدامه وفعلا الموسم في الموضوع بقى في الفاينل هيموت يعني بيبقى عندنا بطولتين في يوم واحد السنه دي كان حاجه يعني الحمد لله كانت جميله ما شاء الله ان كل البطولات اللي اتعملت 17 و 19 كانت بطولتين في وقت واحد ما شاء الله يعني يخلص ال 17 ويخش على 19 ياخد دي اول وياخد دي عيد بقول له طب كفايه يعني كنت على معارضه جامده جدا مع كابتن ناصر انا ولي امر برضه طبعا كنت خايف تفوت الماتش ده هتتعب مش هتقدر يا ابني تخش على الثاني ده مفيش فرق ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني في الفاينالات يحصل لك حاجه لا يا بابا سلمي انا هخلص اكسب ماتش طب يا ابني انت ده في مره كان يعني ظروف ما اعرفش كان حاجه مش كويسه في الاوتيل او حاجه او غيره برد فاحنا كنا مع ناس تيم ماتش 17 فاينل 17 وراكز فاينل 19 صامم الاثنين لا هكسب ده وهكسب ده وفعلا معانا دي جدا بس هي الروح فعلا جت يعني مع روح نادي الاهلي فعلا انقرعت روح ثاني خالص شكل ثاني خالص موضوع مختلف احنا ما قدرناش نوصله لكن النادي الاهلي عرف يوصله الحته دي كويس طيب الحمد لله عايزين بقى نعرف الجانب الثاني اللي هو مش باين لينا الجانب البيت بيعمل بقى السكواش خلاص يعني خلينا من جانب السكواش خلينا في الجانب بتاع البيت بيعمل ايه في البيت ما بيعملش حاجه لا هو ما بيعملش حاجه خالص يعني هو ممكن تعمل حاجه الله يكون في عونها يعني سيب لنا الاوضه وسيب لنا من عادي الموضوع كل حاجه طب انت كمان بتذاكر له؟ يرفع على مامته ويرفع على البيت لان هو فعلا الوقت مش ملكه تمام عارف ان هو راجع من الارجنتين النهارده انا عارف امريكا الصبح يكون في المطار يعني الوقت بتاعه فعلا ما بقاش ملكه وهو سنه ما بيعملوش سنه خلاص السن 17 ده مش هو السن انت بتعامله فيه هو سن راجل كبير بروفيشنال خلاص ما شاء الله طبعا
فالموضوع احنا يعني كل معاملتنا اتغيرت فعلا في السنه دي كمان خالص، اتغيرت تماما. هو بقى راجل ما يقدرش دلوقتي احنا يعني نملي عليه حاجه الا في يعني لو احنا شفنا حاجه ما هياش يعني عايزه تتظبط، بس بنطلق الطريق وربنا يوفقه. كلمه اخيره من من محمود بيه الى ولي امر النجم الكبير مصطفى عسل، تقول له ايه على الهواء قدام الناس في المرحله الجايه؟ انا قلت له السنه اللي فاتت في حديقه بطوله العالم، قلت له كان واخد خامس وكان زعلان جدا، كان لسه ما يعني ما حطش رجله في النادي الاهلي. قلت له مصطفى كتبت له على الفيس حتى ساعتها، قلت له يعني خد التارجت بتاعك وحط الهدف قصاد عينك وربنا يوفقك. نفس الكلام بقوله له، انا عارف رقتك عامله ازاي والنادي الاهلي في ظهرك، كابتن محمود نطيب والمجلس كله. يعني بصراحه انا ما شفتش اداره يعني حساسه قوي انها تطلع بطل بالمنظر ده حتى من غير مقابل، يعني سهل انك تطلع منها استثمار. فالنادي الاهلي عظيم 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 انه قدر او ان هو كده قوي انه يطلع بطل من غير ما يبقاش حاجه ماديه من وراه. هي ده الادارات الاحترافيه. وربنا وانتم اداره جميله وقناه جميله، وان شاء الله دايما انتم بتدوا لمصر كل حاجه كويسه، ربنا يوفقكم ان شاء الله. محمود بيه شكرا جزيلا، كنت معانا على التليفون. بيشتكوا منك في البيت، هنعمل ايه؟ تقول لماما ايه؟ دي اهم حاجه في الدنيا بصراحه. الله تقول لها ايه؟ لا بتعمل دور كبير. بتتعب معاك يا مصطفى؟ ده انا مش عارف هو يعني قال لك ما بتعملش حاجه. بابا قال ما بتعملش حاجه حقيقة. مش انا قال ما بتعملش يعني حاجه خالص. هي دي حقيقه، دي حقيقه صراحه، ما بتعملش اي حاجه، يعني مش اي حاجه في البيت. عايزك تقول لها كلمه من قلبك، انا عارف انت بعد الانجازات الكبيره اللي بتجيبها دي. لا صراحه بتعمل يعني انا يعني كدوري يعني انا كنت لو انا باخد الدور اللي بتعمله ده. لا عايزك تقول لها هي حاجه، تبص كده الكاميرا وهي شايفاك اكيد وتقول لها ايه؟ بجد هي اغلى حاجه في حياتي الصراحه، هي اغلى حاجه لك، ودايما هي الام بتشيل كل تعب الاولاد كل تعب البيت، هي دي حقيقه. يعني برضو ولي الامر او الاب مش يعني انا برضو لا برضو لا لكن لا لا صدقني اسمع كلامي مش كده كده هنتخانق لا 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 خالص لا طبعا. قول لي اكتر، قول لي يا مصطفى في المرحله اللي جايه ايه الطموح اللي عندك؟ كابتن ناصر زهران في حديث قريب قال ان شاء الله تخش من احسن 10 في العالم، ان شاء الله. رايك ايه؟ ان شاء الله يعني عايز هي ازقها لك انا زقها تاني ازقها لك انا هي عايزه يعني زقها كمان ان شاء الله، هي بس هتيجي بس هي عايزه خبره شويه ناويها ان شاء الله. قول لي الاتحاد السكواش بيعمل معاك ايه؟ دور كبير دور كبير. ايه الدور اللي بيعمله؟ لازم نبرزه قدام الناس. يعني احب اشكرهم كلهم، رئيس طبعا كان عاصم خليفه يعني واعضاء مجلس الاداره وكابتن احمد مطعني برضو بيحاولوا يقوموا السكواش، يعني بيحاولوا اللعبه طبعا انت زي ما انت شايف طبعا مش مشهوره في مصر. بتشوف السوشيال ميديا بتاعتك عامله ايه؟ عارف شفت ماشي جماهير وناس، يعني الموضوع مختلف برضو، بس مش اللي هي اقول لك مش كوره، عمرها ما هتكون كوره. بس خلينا نقولها الصراحه، عمرنا ما هتكون كوره، ان الكوره انت نفسك بتشجع كوره وانا بشجع كوره طبعا، ده حاجه في العالم لكن اعتقد ان في كويس مع نجوم طبعا ده هي يعني انا اقول لك الاهلي مش القنوات الثانيه ماشي، بس انا بقول لك الرياضه هي بتبتدي بس مش اقول لك حاجه بصراحه ساعه ما كان كابتن احمد برده بيلعب مصر كلها بتشجع الاسكواش. مصطفى عسل ليه نهار اسود ده؟ مصطفى عسل هو اللي هيلم الناس حوالين مره ثانيه، ايه رايك؟ ده نفسي اعمل. نفسك تعمل ده؟ نفسي اعمل ده. هتعمل؟ دي حقيقه. اعتقد ان تقدر تعمل ده. قول لي يا مصطفى لو ما كنتش بتلعب سكواش كنت ممكن تلعب ايه؟ انا؟ في عارف البيت. لا 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 اكيد بتشجع رياضه، اكيد بتشجع كوره. بحب الكوره جدا. بتشجع مين بره مصر؟ بره مصر ريال مدريد. ريال مدريد؟ لا كده مش هكمل حلقه. خلاص خليها برشلونه. طب قول لي بقى بتمثل لك ايه؟ ارفعها كده، عايزك ترفعها للكاميرا. ايوه هي كده جايه مكتوب عليها اسمك، هي دي الشهاده او برواز بتاع ايه؟ يعني قول للناس انا شاركت في الاولمبيكس. هي دي المشاركه بتاعتك؟ مشاركه بس والميداليه؟ ميداليه. وعلى صدرك دلوقتي حاسس بيها؟ يعني دي حاجه غاليه جدا. اغلى ميداليه عندك؟ يعني نيكول ديفيد بطلت عالم في الاسكواش، بطلت عالم 8 مرات. قالت ان هي ممكن تسيب الاولمبيكس دي، تسيب كل البطولات العالم دي كلها لمجرد ميداليه واحده بس، عايزه ميداليه واحده وتبطل بعد. طب مصطفى لازم اسالك السؤال مش التقليدي لكن سؤال مهم جدا. لما بيكون البطولات غير رسميه بنكسب، ولما بتكون بطولات رسميه
بيبقى عندنا مشاكل. هل انت شايف ان السكواش هيقدر يحقق امل مصر في المرحله الجايه في طوكيو 2020 مثلا لما تخش الاولمبيكس، او المرحله اللي بعديها في 24 في فرنسا 2024 نقدر نحقق ونقدر نكسب؟ ان شاء الله هتصحى مع الجيل اللي موجود، يعني حمد شرباجي، علي فرج، طارق مؤمن، مروان شرباجي، كريم سامي، الناس دي كلها ده اجمد جيل في مصر. انت شايف ان الجيل اللي انت فيه هو جيل قوي؟ ده اجمد جيل في مصر. اجمد جيل في مصر. وان شاء الله يعني الاولمبياد الميداليات دي كلها تكون ذهبيه يعني مصر. انت شايف ان احنا مصر هتقدر تستحوذ على الكام ده؟ هتجيب لمصر ذات نفسها حاجات كتير. عجباني روحك. لا والحلقه بتخلص. لا انا عايز اقعد معاك اكتر من كده. الحلقه بتخلص. خد بالك مهم قوي توجه كلمه لجمهور النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ جمهور ده يعني الصراحه في النادي وفي اي حته بيشجعك بزياده، يعني من قلبه. توصل لك. ما عندهمش كده يعني، ما فيش اي حدود. ما فيش اي حاجه، لا الجمهور صراحه بتوصل لك، وانت يعني قبل الماتش او اي حاجه بيشجعوك ولما يكون مثلا في مثلا ايه النادي الاهلي النهارده انا بلعب، او انا مثلا في لعيب تاني بيلعب كويس، بتروح تشجع بكل اللي انت يعني بتشجع في الدوري مثلا. نادي في الدوري صوت الجمهور بيهز الملعب السكواش دي. لا معروفين في النادي الاهلي كده. انا خدت منك وعد ان مصطفى عسل هيرجع جمهور مصر كله حوالين ملعب السكواش. هتجيبنا تاني الاهرام. نفسك تلعب عند الاهرام زي احمد براده؟ ان شاء الله هتتعمل السنه الجايه. ان شاء الله هتتعمل. تعمل تاني. ناوي ان شاء الله. قول لي مين مسك الاعلى؟ اسماء كتيره بره مصر. اسماء كتيره. خلينا بره مصر عشان مصر كتير. جان شيرخان ده اتفرجت عليه؟ ما لحقتوش. اتفرجت عليه على اليوتيوب. حاجه مش طبيعيه. سلسه. اتفرجت عليه سلسه. لا مش كده. مش كده سلس قوي. سلس لخص السكواش. عايزك تقول لي كلمه اخيره. اوجه شكر بقى طبعا كابتن ناصر. ايوه يعني الصراحه بيكلمني يعني مسافرين كتير وبيقول لي ماتشات، وطبعا يعني مدور فظيع يعني. كابتن محمود عبد القادر وكابتن اسلام عادل وكابتن محمد ضفراوي وكل دول يعني الصراحه عاملين حاجه كبيره. وطبعا احب اوجه ده الشكر الكبير يعني مجلس الاداره بس كابتن محمود الخطيب. واحب اقول له يعني في كلمه بجد، هو اللي بيقولها دي اول سيزون خالص. لسه واخد بطوله عربيه دوليه، لسه واخدها مع النادي الاهلي. تمام. قالها خلاص بقت بتذبح يعني. النادي الاهلي كان بيكلم واحنا كنا في البونا في تحت. لا قاعدين تحت. كويس. النادي الاهلي كانت البطولات يعني بيتكلم على البطولات، وقال لك احنا عندنا المركز الثاني اكنه الاخير. خلص الموضوع معاك. خلص المركز الثاني هو الاخير. مصطفى عم جايب نادي الاهلي. النادي الاهلي الاول ما شاء الله. بالظبط. قال لك انا اللي بيلعب في النادي الاهلي، انا عايز اعرفكم ان ده نمره واحد. كابتن مصطفى بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مبسوط اللي كنت معايا النهارده. وان شاء الله باذن الله هنتابعك وانت عايزه، ونقف نجيب ميداليه اولمبيه لمصر باذن الله في الاولمبيات الجايه او اللي بعديها. شكرا كابتن مصطفى. شكرا حضرتك. شكرا لكل جمهور النادي الاهلي. كنا سعداء النهارده. كان معانا كابتن ياسر ريان في الفقره الاولى، هو استاذ محمد الجندي، وكان معانا كابتن مصطفى عسل. شكرا والى اللقاء.